واحد اثنين ثلاث. لا شاطر. كمان مرة واحد اثنين ثلاث. سلام. السلام عليكم، كيف عم تجوا اخباركم؟ جينا لكم فيديو جديد وفلوج جديد، تحدي جديد. اليوم عندنا تحديات عصوم، جاهزين تحدي مش عارف شو هو. اليوم العائلة كلياتنا رح نلعب مع بعض. جابك عنا حج، انا جاي زيارة. عندك عائلة لحالك؟ مرته عندها جامعة مو فاضية. اذا يعني مرته جامعة ما تريج عند دارنا. لا 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 مش هيك، لا بس انا يعني حبيت اشارك معاكم. اوكي نعم. سمعت سنة تقول ايه وبلوب جديد. بلوب جديد. طيب جرى تعالي لو سمحت صوري عشان انا اشرح التحدي الاسطوري اللي راح يصير اليوم. اوكي يلا. ها بسم الله. بسم الله. يلا بنم ايلم. يلا ركزوا معي منيح. واحد اثنين ثلاث. سلام. معلش. طيب تحديات اليوم مو سهله. نعم كل مره انا قاعد اجيب لكم تحديات ما شاء الله. اليوم تحديات جد حتكون يعني صعبه، مو يعني ما في حرك كثير بس حتكون صعبة عليكم. نعم بدها قوة تحمل. نعم بدها قوة تركيز. نعم بدها سرعة بالأداء. نعم كل جاهز حكيته ولا عنده ولا شيء منه. أنا عندي جاهزين؟ جاهزين. أول تحدي لليوم نجيب هاي الطاولة. أيوة شوي لو سمحتوا نبعد سنون بعد. يلا عندنا هذولا صحنين فيهم ثلج. عندنا هنا صحن الثلج. اللي حيصير انه حيكون فيه فريقين. ماما. كل اثنين فريق. وكل واحد يختار التيم تبعه. انا معاك. اللي راح يصير شو؟ اوكي. شايفين انه هنا هذولا؟ راح نعمل هيك، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وعندنا هنا كمان واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وهي ثمانية. أوكي. اللي راح يصير فارج يعني فارج على أي شوط يعني بالضبط. هذا سهل. دخلناهم جوا، خليه يشوف السهل. اخفى هذيك اللي نخلطهم أسرع. أوكي. طيب. إيش العذاب؟ الفريق حيكون في فريقين، كل فريق شخصين. راح يتناوبوا يطلعوا الفلوس هاي من جوا. اول فريق في كل صحن في 8 قطع. اوكي 8 كوينز. اوكي 8 كوينز. اللي راح يطلع الفريق اللي راح يطلع اول الفلوس من جوا هو الفائز. ماشي تمام. تمام جاهزين؟ جاهزين. طبعا انت مثلا ماما انت حتحطي ايدك تحاولي تطلعي، بس تتجمد ايديكي تعطي الدور للي بعده. تمام. مين حيبدا؟ احنا. هلا انا واياد فريق. يلا انا وانت فريق. انا لا انا بدي اشرح. انا بعملكم انا وبابا فريق. يلا وبعدين اخر شيء انا وجاد. لا ما في جنى ولا جاد رح تصور. بس جنى بعدين بلعب انا وياها. انا بصور بس هذا. يلا فاللي راح يبدا هلا ماما واياد وبابا ووليد. يلا تمام. يلا حنبدا عدنا ثلاث. جاد واقف، اياد واقف هنا. ايوه ايوه خلص. يلا واحد اثنين ثلاث. يلا بتو حلو بابا. لا ما بصير يصير الثلج. برافو حلو. أنا خلصت تقريبا لأن وليد بتدرب عليها. وليد جمدوا إيديه. إيه بيتجمد يا بابا. كم واحدة صاروا عندك؟ خمس. ضايل ثلاثة يا وليد. يلا شد الهمة. جمدتوا لسه يا بابا. جمدت أدوري. تعال فوت 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 يا بابا. ما بصير تشيل الثلج. يا روح إياد. لا ما بصير تشيل. بدي حدا كان الثلج مفروض. ثلاثة عندهم إياد. عج عج أنت بطيء بعرف. هاي ثمانية. احنا خمسة بس عندنا مصلحة كان. هاي امتحن. هلا بدها سرعة بديهة. في اشي بتعمله الكوينز كلهم مرة واحدة. يعني احنا سنعبتك بديهة. ما في عندنا بديهة. يوك بديهة. يوك نعم. بديهة شو اخبارها؟ بس طيب. هلا دور مين؟ دور انت والفائز. انا؟ وجادو ضد ماما واياد. يلا. يلا نعمل ستوب شوي جنى. يلا. اوكي اخوان الان دور انا وجاد ضد ماما واياد. في طريقة غش هنا. واحد لا بحمسه. اثنين ثلاث. يلا يا دو ممنوع تطلع الثلج برا. يا دو كله على حاله على كويس. ها هيا هيا يا ماما. صير تعال انت
كسر وقف وينه؟ ايوه ممنوع طلع برا ها؟ وينهم؟ هو مكسر من تحت من تحت. هاي 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 انتوا اثنين بس جاي طلع ايدك جاي طلع ايدك. ايه يا ما شاء الله. بقول الفريزر دائما خربان. لا انا عشان بحاسب بس. وانا حاسب يغش. لا والله ما في غش في ذكاء. او حدا بتدرب عليها. اه والله شكرا متدربين. والله ما تدربنا بس في ذكاء في العمل. يعني عصبيتها شوي يعني ذكاء. قال انا اللي عامل التحدي. اوكي. إذا هيك فازت ماما بالتحديين بالجولتين. نعم. وأنا بختار إحنا نروح نجيب عشاء ونتعشى ونروح من المتحدي. أنا ثلاجات على مطعم تحس بيدي. بكرة بنصبح نكون على المستشفى. يلا أوكي. طيب التحدي اللي بعده. اللي بعده؟ آه. أوكي. التحدي اللي بعده. طبعاً إحنا تخلصنا من ثلاج. جاهزين؟ مش خلصنا يعني هو عنده مش عنده مهمة شباب سريعة وجاية. طيب تحدي الوقت حيصير كيف؟ برضه فريق. اوكي. تمام؟ اختاروا التيم ميت تبعكم. عجبوا الفريق على السريع بعد الفوز. وانا طيب وانا وجاد نفس التيم. طيب اللي راح يصير التيمين انتوا الاثنين راح تروحوا هناك. انتوا الاربعة راح تروحوا هناك. اوكي. تمام؟ وانا راح اكون واقف هون. انتوا على اول ممر وانا هون. كل واحد راح يختار رقم فانت واحد وانت اثنين وانت واحد وانت اثنين. لما انادي رقم اثنين الارقام اثنين بركضوا عندي اللي بمسك هاي اول بفوز. في عنف هاي؟ اه لا احنا لا مش عنف هاي بركض اسرع. مين اسرع؟ يعني مش تضرب بعض يعني انت نادي مثلا مره واحد مره لا انت مثلا ماما اثنين وانت اثنين كل واحد فريق بس نادي اثنين انتوا اثنين بتطلعوا يعني بحكي الرقم الثاني يطلع نادي بيرجعني والله يلا حد انت شو رقمك؟ واحد واحد اسمع الرقم اثنين انتوا استنى استنى استنى
ولا شيء. رقم اثنين ما عدت واحد اثنين ثلاثة. لا ما عدت. وما عدت. وما عدت. أنا لما قلت الرقم. وليد استنى. مشكلة ماما مو مشكلة جولة من ثلاث جولات. يا خسران يا خسران. يلا ماما عصومي ماما عصومي. يلا جاهزين. يا جد صوت بدون صوت ما بصير. شو وليد امسك ايدي قاعده ممنوع المسك صح ممنوع اللمس مش فيه قاعد واحد اثنين خليك ورا شوي ارجع لورا شوي شو ارجع ورا شوي بصي بخ شو اسمه طويل ارجع لورا واحد اثنين ممنوع اذا ركضت قبل راح تخسر ثلاث ماما ضربت في الطاولة والله انت شدي وقعت بالله عليك هون زحلقت عركبي بس ايه ماما اللي فازت يعني تنفيذ اسمع حاج اذا تفشني انا بجيب هيا راح توقع شو اسوي رد الفعل هاي رديني عصوم هذا التحدي ترى لا تعيد لا تجدع بالفيديو خلاص خلصت التحدي في كمان تحدي يلا خلاص عصومي انا بدي اروح اسمع انا بدي انا بدي ما في حركه والله على السريع والله على السريع والله على السريع اذا ما في حركه اوكي ما في حركه خلاص واقف كمان طب بعد هيك ذلك نعم التحدي الاخير نعم تمام راح يكون واحد ضد واحد نعم تمام شو فكرته؟ فكرته كثير سهلة. أعطيكم كلمة مثلاً سماء. راح تعملوا سماء اللي بنقطع نفسه أول بخسر. أوكي. والله هذا مش نادر. تمام؟ هي الفكرة أطول نفس بس أطول نفس مع صوت. ماشي. يعني الضوء يمد. أوكي. أوكي. هي كلمة. جاد تعوق. أنت نفسك طويل حبيبي أخذ نفس. وبعدين طلع تعوق افوني يا جاد اول مره راح تكون بين جاد واياد مش كله مع بعض لا واحد ضد واحد اوكي يلا. اوكي جاد واياد شو الكلمه يلا. الكلمه سلحفاة سلحفاة انا بدي اغير بعد كمل فاز اياد وقف اربع مرات الان برافو اياد اياد فاز هلا مين على الصبر لان انا نفسي اثنين طويل انتوا الاثنين تحدي بينكم امبلا بالمسبح امبلا في طويل يلا انت وام الكلمه اللي بعدها شو مياه مياه واحد اثنين خذوا نفس ثلاثه الكلمة هي ابتلاء. يا واحد اثنين ثلاث ابتلاء. سبعة
سامعين صوتنا عالي. القطع مرات طيب. انت بطل. اوكي. طيب معناته هيك بيكون الفائز في هذا التحدي سند. جنى ما لعبت معنا. والله. خلاص المرة الجاية. أنا فزت. جنى فازت. طيب يا جماعة هذا كان تحديات من خفيفة من عصومي. عصومي قفشني ووقع. لا وقع وجمدت إيدينا وقطع نفسنا. إن شاء الله يعجبكم الفيديو واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. ولازم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي راح تلاقوها تحت الديسكربشن. ونشوفكم حلقات ثانيه ومع السلامه. انا بدي احكي لهم شيء الحقيقه. ايش؟ انا كنت خسران. اوكي الفايز الحقيقي وليد. يعني انت قطعت نفسك. الله يفوز بياجز المكيود. نعم. مقدار. ومع السلامة.